الشيخ محمد المازندراني الحائري هو العالم الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار بن سعد الدين المازندراني الحائري المعروف بأبي علي. يتصل نسبه بالشيخ الرئيس أبي علي بن سينا شيخ الفلاسفة الإسلاميين. ولد في كربلاء في شهر ذي الحجة عام 1159 للهجرة النبوية الشريفة. ينحدر أصل أبيه من مازندران، وهو من العلماء والفقهاء المحققين وأعاظم الرجاليين المتتبعين. درس العلوم الفقهية والأصولية في كربلاء على يد الشيخ الوحيد البهبهاني والسيد علي صاحب الرياض. عاصر رحمه الله تعالى حقبة زمنية حساسة، ومن أشهر مؤلفاته رسالة في واجبات الحج ومحرماته وبعض مكروهاته ومستحباته، وكتاب زهر الرياض باللغة الفارسية وهو في الطهارة والصلاة والصوم، وكتاب منتهى المقال، وترجم رسالة مناسك الحج والرسالة الوسطى لأستاذه الأقا محمد باقر البهبهاني من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وكتاب العذاب الواصب على الجاحد والناصب، وكتاب عقد اللآلئ البهية، إلى أن توفاه الله عز وجل بعد حج بيت الله الحرام وزيارة النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول من سنة 1216 للهجرة النبوية الشريفة في مدينة النجف الأشرف، ودفن في الصحن العلوي الشريف.